وربنا يقول إذا قضى أمرا من الأمور الممكنة، كل ما يمكن قضى الله سبحانه وتعالى فيه أن هذا يوجد وهذا لا يوجد. فإذا قضى أمرا معنويا أو حسيا، يعني قضى أن يكون شفاء، قضى أن يكون مرض، قضى أن يكون عز، قضى أن يكون ذل، هذه كلها أمور معنوية. وهناك أمور حسية، قضى مثلا أن يوجد فلان، أو قضى أن هنا يحصل خسف، أو هنا يحصل أمر معين خير أو شر. فإذا قضى أمرا من الأمور الحسية أو المعنوية أزلا يقول له كن فيكون، أي ويقدره ويوجده كما قضى به، لا زيادة ولا نقصان. بعض الناس الآن يصنع بناء في التنفيذ يختلف عن التصميم، يعني أراد أن يكون البناء مثلا عشرة ارتفاعه 10 أمتار، يأتي مثلا 10 أمتار إلا سنتي، لكن الله سبحانه وتعالى عندما قضى أزلا أي اختار أي شاء أن هذا يكون كذا، عندما يأتي على الوجود الإنسان أو الحيوان أو يأتي كما خصصه، كما أعطاه المعايير قبل الوجود، عندما توجده القدرة عند التنفيذ يأتي كما قضاه سبحانه وتعالى، ولا رد لقضائه جل جلاله. سيأتي الآن مسألة الدعاء والصدقات وإلى ما يتبع ذلك أنها من أقضية الله سبحانه وتعالى، ما شاء منها أنفذه وما لم يشأ لم ينفذه، والنهاية أن الله يعلم القضاء نهايته.